أهلا بكم. تمددت مهمة فريق الخبراء الأمميين المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن بعد تجاذبات تداخلت فيها المواقف السياسية بالحقوقية. في هذه الحلقة من فضاء حر نناقش مؤشرات وأبعاد هذا التمديد. ذهبت الحكومة إلى جنيف وحشدت كل إمكانياتها لتفنيد التقرير الأول الصادر عن فريق الخبراء الأمميين، ولديها مهمة إضافية تتمثل بمنع تجديد ولاية الفريق وإيقاف مهمته. تقول الحكومة إن التقرير احتوى على الكثير من المغالطات وركز بشكل أساسي على انتهاكات التحالف، فيما بدت ميليشيا الحوثي وكأنها منتهك ثانوي في هذه الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين أساساً. اتهمت الحكومة التقرير بعدم الحيادية وتسييس الملف الحقوقي في اليمن، ولذلك فقد كان موقفها هو الرفض لتمديد مهمة الفريق. وعلى الطرف الآخر قوبل قرار تمديد مهمة الفريق الأممي بالارتياح من جانب حقوقيين مناهضين لانتهاكات التحالف. يرى هؤلاء أن التقرير لم يأتي بشيء من عنده، حتى إن التحالف والحكومة لم ينكرا ما ورد فيه ولم يستطيعا دحضه. وما تأخذه الحكومة على التقرير والفريق الأممي من انتقائية وعدم إيراد الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي يعود بشكل رئيسي لضعف أداء الحكومة في الملف الحقوقي، كما هو الحال مع ملفات أخرى لم تنجح الحكومة في إدارتها بشكل جيد خلال الأعوام الماضية. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من جنيف رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي، ومن عدن الناشط الحقوقي فهم السقاف. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد الأسودي بالسؤال المشترك. تمديد ولاية الفريق الأممي، هل هو تأكيد على فشل الشرعية أم هو انتصار للضحايا؟ بكل الأحوال هو ينطبق على الاثنين، على الشيء هو انتصار للضحايا وفشل للشرعية في نفس الوقت. حقيقة أن الانتقادات التي وجهت للتقرير لم يكن مقصدها توجيه الانتقاد في الأساس إلى الفريق، ولكن تم توجيه الانتقادات إلى التقرير بأنه تقرير قاصر لم يشمل كل الانتهاكات. هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كجريمات التواهي التي تم قصفها من قبل الحوثيين الذين قصفوا نازحين هاربين في البحر، هذه إحدى الجرائم. أيضا ضحايا الألغام لم يرد ذكرهم في التقرير. كانت كل هذه الانتهاكات التي نعتبرها جسيمة ويعتبرها القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني انتهاكات جسيمة كانت يجب أن تذكر في التقرير. عدم ذكرها في التقرير هو يضعف من هذا التقرير، ولكن لم يكن النقد أساسا موجه لفريق الخبراء. نحن كمنظمات مجتمع مدني لم ننقد فريق الخبراء، النقد الحكومي له شيء آخر نحن لا نعنى به، ونحن فقط حاولنا أن ننبه الفريق إلى أن هناك انتهاكات أخرى يجب رصدها. أعتقد أن الفريق، نحن التقينا بكمال الجندوبي هنا في جنيف وحددنا له هذه الانتهاكات التي كان يجب أن رصدها، وأوضحنا له جوانب الضعف الموجودة في التقرير. كان نقدنا للتقرير مجرد نقد، أوضحنا فيها الشيء الإيجابي وأوضحنا فيها الأشياء السلبية، وكانت كثر للأسف. نحن نقول أنها كانت كثر لأن هناك جرائم لم يرصدها التقرير كما أسلفت. لذلك تمديد ولاية الفريق كان متوقعاً بالنسبة لنا كحقوقيين. نحن نعتبر أن وجود الآلية الدولية إلى جانب الآليات الوطنية الموجودة وهي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان قد يعزز ذلك من فرص الضحايا في تحقيق العدالة وفي إنصاف الضحايا ومساءلة الجناة الحقيقيين، ولكن يجب أن لا يسيس عمل الفريق، يجب أن لا يكون خاضعا للقوى المهيمنة المتواجدة في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن. أعتقد أنه يجب أن يعمل الفريق مستقبلا على إنصاف الضحايا وذكر كل الجرائم التي تم فيها الانتهاكات وعدم الانتقائية التي مارسها. حقيقة أنه كان هناك انتقائية قد تكون معيبة للتقرير وشككت في مدى جدوى الآلية الدولية لإنصاف الضحايا في اليمن. نحن اطلعنا على التقرير الأخير واطلعنا قبل أيضا على التقرير الخامس الصادر من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وأعتقد أن اللجنة في تقريرها
تضمنت تحقيقات كانت أشمل وأوسع، وهذا العمل ما نحبذه، وذلك لكي نوجد ذاكرة وطنية نستطيع أن ننصب بها الضحايا مستقبلا، لأن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات لا يمكن أن تسقط في التقادم، وبالتالي وجود ذاكرة وطنية سيمنع من يريد أن ينتهك حقوق الإنسان مستقبلا في أن يمارس هذه الانتهاكات، وكذلك سيقودنا إلى المساءلة وعدم الإفلات من عقاب للمجرمين. نحن كمنظمات مجتمع مدني لا نعنى بالموقف الحكومي، نحن سنتعاون بالتأكيد مع فريق الخبراء، هذه آلية أممية واعتمدت اليوم، صحيح أن التصويت عليها لم ينل النسبة الكبيرة التي كان يؤمل عليها طارحو القرار، تم وضع 21 تقريبا صوت بالموافقة 21 صوت، في حين امتنع 18 ورفضها 8. نعم، طيب انتقل بالسؤال المشترك ايضا للسيد فهمي السقاف، ارحب بك استاذ فهمي. اذا هذا يعني مسألة تمديد ولاية الفريق الاممي، هل ترى انها تأكيد على فشل الشرعية ام انتصار للضحايا؟ استاذ فهمي، يبدو أن هناك إشكالية إذن مع التواصل مع أستاذ فهمي السقاف. أعود إليك أستاذ هاني، فيما يتعلق بالفريق تتحدث على أنه ليست هناك إشكالية في الأسماء أو مع هذا الفريق بالتحديد، لكن هناك كانت إشكالية لدى الكثير من الجهات التي انتقدت هذا التقرير في تمديد عمل اللجنة، لماذا؟ أعتقد أن الأحرى أن يصل بهذه السيالة الجهات التي انتقدت الفريق. في منظمات المجتمع المدني نحن لم ننقد الفريق، انتقدنا التقرير، وهذا حق مشروع أن ننقد التقرير بالسلب أو بالإيجاب، ولكن الانتقاد للفريق أعتقد أنه في إجابة قد تكون غير مكتملة لسؤالك، لأن كما قلت لك المفترض ما هي السياقات التي طرحت في هذا الصدد الفريق، ولكن في إجابة غير مكتملة قد تكون الفريق لأنهم رأوا منه تسييس للعمل الحقوقي، رأوا منه خضوع لبعض خضوع للحوثيين، رأوا فيه أنه محاولة لابتزاز دول التحالف العربي، في ذكر الانتهاكات التي تمت من قبل طيران التحالف عن طريق الخطأ أو ما شابه ذلك. أعتقد أن هناك كان لمسة سياسية في التقرير، ولكن نحن كما قلت لك كمنظمات مجتمع مدني نحن يهمنا في النهاية إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. اليوم وضع مشروعين قرارين هنا في جنيف في أمام مجلس حقوق الإنسان. المشروع الأول الذي تبنته بلجيكا وكندا ومجموعة من الدول الأوروبية منها هولندا، أعتقد أنه كان يمدد ولاية الفريق الخبراء ويجعل قضية حالة حقوق الإنسان في عرض دائم على مجلس حقوق الإنسان، في حين أن المشروع القرار العربي الذي تم اعتماده دون تصويت لعدم وجود أي اعتراض عليه أيضا أقر تحت البند العاشر، وهو البند المتعلق بالمساعدات الفنية والتقنية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، واعتمد دون كما قلت طيب لك عزيزي، سناتي الى تفاصيل ذلك لاحقا، دون تصويت بمعنى وجود اي اعتراض، سناتي الى تفاصيل ذلك لاحقا، لكن دعني اجدد الترحيب وارجو ان يكون ضم لنا الاستاذ فهمي. اهلا بك استاذ فهمي السقاف من عدن الناشط الحقوقي. حياكم الله. يا اهلا وسهلا، اذا اهلا بك معنا، أسألك السؤال المشترك، هذه مسألة تمديد ولاية الفريق الأممي، هل ترى أنها تأكيد على فشل الشرعية أم أن المسألة يعني أحدثت انتصارا للضحايا؟ بالتأكيد هو انتصار للضحايا، انتصار للقيام بالعدالة والإنصاف بالتأكيد. الشرعية حاولت كثيرا بعد التجديد وبعد التحالف والتحكم، لكن في الاخير العالم سيسجل اخلاق الضحايا عفوا في الوقت
من كل شيء الا عداله العالم شعوب العالم بمصادهم. فبالتالي اصوات الضحايا هذه ستتبع العداله ستسود وان تاخرت بالتاكيد. المعروف ان الله تعطيه هو الانسان لا تصوت الضحايا مهما كان مهما حاولت الشرعيه او التحالف او كثير من الدول التي تغطي خطاها الى ان تحجب اصوات الضحايا الى ان تحجب معارك الضحايا لن تستطيع قد تستطيع بعض الوقت قد يستطيع المال شراء الصوت لبعض الوقت لكن لا يمكن ان يستطيع شراء صوته على طول بالعكس افضل العالم الطعام العالم اصبح يرى ويحصل فبالتاكيد اصوات الضحايا هذه ستجد نتعاطف معها ستجد نتعاطف معها لحتى أستاذ فهمي يعني هناك يبدو إشكالية في الصوت سنحاول إعادة التواصل مرة أخرى معك بالعودة إليك أستاذ هاني. إذن التقرير أورد انتهاكات مورست فعلا من قبل التحالف والحكومة، هل ترى أنها هذه جولة من جولات الانتصار للضحايا لكن الأمر ليس كافي بشكل عام في سياق إنصاف هؤلاء؟ حقيقة أن إنصاف الضحايا يحتاج إلى مجهود كبير. عمليات الرصد والتوثيق الذي تقوم بها منظمات المجتمع المدني هي عملية مهمة جدا، يجب أن يعتمد فريق الخبراء بشكل أو بآخر على عمليات الرصد هذه. أعتقد أن هناك كان ضعف خلال الفترة السابقة، خلال سنة مضت منذ قرار تشكيل الفريق إلى الآن أعتقد أن كثير من منظمات المجتمع المدني قدمت كثير من الأسماء وكثير من الأعمال الرصدية إلى فريق الخبراء ولكنه للأسف لم ينعكس ذلك. ناقشنا ذلك بكل صراحية وشفافية مع الفريق، مع رئيس الفريق تحديدا، مع السيد كمال الجندوبي، وقلنا له أن منظمات المجتمع المدني خاصة المتواجدة في عدن رفعت بكثير من التقارير وكثير من الأعمال الرصدية والإحصائية إلى فريق الخبراء ولكن تم تهميشها. عندما سألنا ما هو السبب للسيد كمال الجندوبي لماذا تم تهميشها، قال نحن اطلعنا على كل شيء ونحن وأتت إلينا تقارير كثيرة ولكننا أخبرنا أن ذلك لم ينعكس في تقريره الصادر. تقريره حصر المسؤولية كلها تقريبا يعني بنسبة كبيرة جدا في السلطات الشرعية وفي التحالف العربي ولكنه لم يذكر الانتهاكات الكبيرة والجسيمة التي تمس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي ترقى إلى جرائم حرب مثل ماذا إنسانية. لو كنا أكثر تحديدا سيد الأسود، لو كنا أكثر تحديدا في مسألة أين أخفق التقرير السابق، ما هي النقاط؟ أعتقد أن أهم الإخفاقات في التقرير السابق هي عديدة وهي كثيرة، ولكن أهمها عدم التواصل الجدي وعدم وجود آلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني. الشيء الآخر عدم ذكره لكثير من الجرائم الجسيمة كما أسلفت وجرائم الحرب، وخاصة في الفترة التي احتل فيها الحوثيين مدينة عدن ودخولهم عبر لحج. وأيضا التقرير لم يرصد ضحايا الألغام وهذه جريمة كبيرة يرتكبها الحوثيون. أعتقد أيضا أنه تجاوز عن فترة 6 أشهر مورست فيها كثير من الانتهاكات خاصة الانتهاك لحرية الرأي والتعبير. فترة 6 أشهر هذه بدأت منذ دخول الحوثيين صنعاء حتى قيام التحالف العربي بالتدخل في مارس. أعتقد يعني نعرف أن الحوثيين دخلوا صنعاء في سبتمبر وحتى تدخل العربي في سبتمبر 2014 وحتى تدخل العربي في مارس 2015 لم ترصد أو لم يرد الذكر بالشكل الكافي للانتهاكات التي مارسها الحوثيين في هذه الفترة في كل محافظات الجمهورية. أعتقد أن كل ذلك يشكل قصور كبير في التقرير، وإذا كان مجلس حقوق الإنسان اليوم أقر تجديد الولاية لهذا الفريق فأعتقد أنه يجب أن يرى كل هذه القصور، أن يرى كل هذا القصور الذي تحدثت عنه مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني وتحدثت أيضا عنه الحكومة، نحن لا ننكر ذلك،
ولكن يجب أن يرى كل ذلك القصور بعين الجدية وأن يحاول أن يعالجها في تقريره الذي مفترض أن يرفع في سبتمبر القادم في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان. أي بعد 3 دورات. طيب دعني أنتقل مرة أخرى إلى أستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي، الكثيرون ممن احتفوا بالتقرير وبهذه اللجنة وأيدوا التقرير الأممي أيدوه على الرغم من أن ما كان فيه مختل، يعني في سياق حديث كثير من نشطاء حقوق الإنسان يرون أن ميليشيا الحوثي بدت بالمقارنة بالتحالف وكأنها حمامة سلام. هل يعني كيف ترى ذلك؟ كيف تفسر ذلك؟ أستاذ فهمي، إذن هناك إشكالية في التواصل مع عدن. سأعود إليك أستاذ هاني الأسودي في حديثنا عن مسألة التقارير. هل مسألة يعني هل على هذا الفريق إذن أن يستمع لكل منظمات حقوق الإنسان حتى ترضى عن هذه المنظمات ولا يعني تنتقد التقارير التي ترفع من خلاله؟ سيدي، نحن لا نقول أنه يجب أن نرضى المنظمات المجتمع المدني، ولكن هذا من صميم عمله. القرار السابق الذي صدر في سبتمبر السابق في سبتمبر الماضي من العام المنصرم، أعتقد أنه كان صادر تحت البند العاشر، البند الذي يعنى بالدعم التقني والفني، وضمن أساسيات الدعم الفني والتقني هو دعم منظمات المجتمع المدني. ليس المقصود بالدعم الفني والتقني اليمن فقط دعم اللجنة الوطنية أو دعم الحكومة، لكن هذا نص عليه القرار، يعني سواء القرار السابق أو هذا القرار نص على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أليس كذلك؟ يعني هو نص وحدد هذه اللجنة. لا، ليس كذلك فقط، هو الصادر تحت البند اصلا العاشر، والبند العاشر هو بند للدعم التقني للدوله كلها، وتعتبر منظمات المجتمع المدني جزء من هذه الدوله. هو حقيقه انه نص على دعم اللجنه الوطنيه، ولكن لم يقتصر الدعم على ذلك. عانى كثير من المنظمات المجتمع المدني في الفترة السابقة من التواصل مع المفوضية وفي الدعم المحدود الذي تقدمه المفوضية. وفق أي معايير يتم الدعم؟ أعتقد أنه يجب على المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتوسع في ذلك الدعم. يجب اعتبار منظمات المجتمع المدني شريك حقيقي وفاعل في عملية الرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في اليمن. في هذا السياق أستاذ هاني، ما هي المعايير؟ فريق الخبراء لا يستطيع. ما هي المعايير أستاذ هاني التي سيتم على أساسها دعم هذه المنظمات؟ أي منظمة يمكن أن تطلب دعما سيأتيها؟ ما هي المعايير المعلنة؟ المعايير التي تضعها المفوضية هي معايير صارمة وواضحة في أعمال الرصد والتوثيق، وأعتقد أن الالتزام بدليل الراصدين الصادر عن الأمم المتحدة والالتزام بالمعايير الواردة فيه يجب أن يكون له ذو الأولوية. ولكن أعتقد أن المفوضية أهملت ذلك. اللجنة الوطنية أيضا اشتكت من الدعم المحدود جدا المقدم من المفوضية، بالرغم أن القرار كان يلزمها بالدعم. قليل من الدورات التدريبية التي أنجزتها المفوضية للجنة الوطنية في الفترة السابقة، بعض الدورات في الأردن أو في ماليزيا وهي محدودة جدا، لا ترقى إلى عملية الدعم الفني والتقني. نحن نرى أنه يجب أيضا أن تستقل ميزانية اللجنة الوطنية عن الحكومة اليمنية، يجب أن تكون هناك ميزانية لها. لماذا؟ هل تؤثر أستاذ هاني؟ هل برأيك أنها تؤثر في سياق حيادية المنظمة اللجنة الوطنية؟ لأن اللجنة الوطنية تدعي أنها ترصد انتهاكات جميع الأطراف. حقيقة لابد أن نقول أن التقرير الخامس الذي أصدرته اللجنة الوطنية كان تقريرا متوازنا إلى حد بعيد. قد لا نستطيع أن نقول نطلق عليه صفة الممتاز، ولكنه كان جيدا نوعا ما مقارنة بتقاريرها السابقة. ما الذي نقص؟ أنها ما الذي فشل فيه أستاذ هاني؟ كثيرا من انتهاكات جميع الأطراف، ولكن هي محتاجة أكثر للدعم، محتاجة للاستقلالية أكثر. أعتقد أن الآلية الوطنية رغم عيوبها المتواجدة، ولكنها تظل من أفضل الآليات الوطنية المتواجدة في دول المنطقة. لدينا لجنة وطنية نوعا ما تتمنى باستقلالية، صحيح أنه
تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، ولكننا لا ننكر أن رئيس الجمهورية هو صاحب ولاية عامة. هذا المفهوم القانوني يعرفه جميع الحقوقيون ويعرفه العالم أجمع، أن اللجان الوطنية لابد أن تعين من رئيس الجمهورية. أعتقد أن ذلك ليس طعنا في مدى مصداقية اللجنة، ولكن أعتقد أن موضوع الميزانية يجب أن يستقل نوعا ما، ويجب دعمها مباشرة المفوضية السامية. أعتقد أن وجود عيوب أيضا في الآلية الدولية لحقوق الإنسان، أعتقد أنه من الصعب توثيق الخبراء في كافة المناطق، من الصعب النزول الميداني عليه، من الصعب معاينة مسارح الجرائم أو مسارح انتهاكات حقوق الإنسان. وأعتقد أنه في هذه الحالة لابد أن يكون كما أسلفت منظمات المجتمع المدني شريك حقيقي وفاعل، يجب أن يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، لأن عدم الشراكة مع الآليات الدولية ستفقد الآليات الدولية عناصر كثيرة، منها النزول الميداني وعمليات الرصد في هذه الحالة الأمنية التي تشهدها كثير من المحافظات الجمهورية. طيب أستاذ هاني، أنت دائما تتحدث في العموم ولا تخصص، تتحدث على أن اللجنة الوطنية هي جيدة، ما الذي ينقصها حتى تكون ممتازة؟ لماذا تريد المزيد من الاستقلالية ما دامت تقوم بعملها باستقلالية إلى حد ما كما تطرح؟ نريد، نحن لا نتكلم في العموم، أعتقد أن الكلام كان واضحا. لم تعطني النقاط التي سقطت فيها أو التي قصرت فيها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أين أخفقت؟ عدم استطاعة اللجنة في التواجد بشكل مباشر أو النزول الميداني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، أعتقد أن ذلك أثر كثيرا في الانتهاكات التي ترتكب في تلك المناطق. أعتقد أن اللجنة مثلا على سبيل المثال تمكنت كما تقول من النزول الميداني للسجون المتواجدة في المحافظات الجنوبية، ولكنها لم تتمكن من النزول للسجون المتواجدة في المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيين. أعتقد أن ذلك يشكل قصورا في رصد الحالة الحقوقية في اليمن كله. أعتقد أن وجود اللجنة الوطنية بدعم أكبر واستقلالية أكبر، بحيث أنها تستقل بميزانيتها وتتلقى ميزانية من قبل المفوضية، سيشكل ذلك سيشكل ذلك قدرة لديها قدرة أكبر في نول الثقة من المجتمع الدولي في نزول المحافظات الشمالية. طيب أستاذ هاني، أرجو أن تتفضل يعني بالبقاء معي، أرحب أو أن ستبقى معي بطبيعة الحال. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من إسطنبول، الناشط الحقوقي السيد محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. إذن تقرير أممي، أسألك سؤال الحلقة الأساسي، هل كان فشلا تأكيدا على فشل الشرعية أم هو انتصار للضحايا؟ شكرا جزيلا ومرحبا بك والمشاهدين وضيوفك الكرام. في الحقيقة إن سألتني عن قرار التمديد لفريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان لولاية جديدة أو لاستمرار عمله في فحص والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف في اليمن، أعتقد أنها خطوة جيدة لمصلحة الضحايا، وهي في نفس الوقت آلية أممية يعني قد يكون لها نتائج إيجابية على صعيد يعني محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لمناخ الإفلات من العقاب، برغم كل المآخذ التي يمكن الحديث عنها في التقرير الصادر عن فريق الخبراء سابقا، لكن لا يمكن أن يكون هناك نوع من الفزع لدى الحكومة اليمنية من هذه الآلية، وبالتالي يجب أن يعني أن يكون الموقف أفضل من الموقف الذي أعلن عنه بمقاطعة فريق الخبراء وعدم التعاون معهم، وكان يفترض أن تصر الحكومة على مطالبها بإعادة النظر في التقرير السابق بما يستوعب الملاحظات الجوهرية الخطيرة التي تم الإشارة إليها من قبل العديد من المحامين والناشطين الحقوقيين، بما في ذلك مثلا غض الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثيين خصوصا ما يتعلق بجرائم القتل خارج إطار القانون من خلال القصف العشوائي وجرائم الجرائم استهداف المدنيين من خلال الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية، وهي الطرف
الوحيد كما هو معروف يستخدم هذا النوع من السلاح الذي يوقع الضرر الكبير بالمدنيين، وتم إغفاله في سياق التقرير الصادر عن الفريق الأممي. وبالتالي أعتقد أنه يجب أن لا يكون هناك حالة من الفزع لدى الحكومة والتحالف بقيادات السعودية والإمارات من نشاط أي هيئة أو آلية أممية تحقق في مسائل انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما وأنه على مدى 4 سنوات كان هناك استهتار واضح من كل الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، واستمرار في استهداف المدنيين مرة تلو الأخرى، ولم يكن هناك أي إجراء لمحاسبة المتورطين في جرائم استهداف المدنيين طيلة هذه المدة. إذن كان لابد من تجديد الولاية لعمل هذا الفريق ليستمر في أداء مهامه بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن مع أخذ الاعتبار بضرورة أن يكون هناك نشاط جيد للحكومة اليمنية، وأن تحاول جاهدة فك الارتباط عن محاولة إقحامها في مهام تلميع صورة التحالف العربي على حساب الضحايا المدنيين في اليمن. طيب اسمح لي بالعودة إلى الأستاذ هاني الأسودي. أستاذ هاني، بالنسبة لي يعني تعامل الحكومة مع التقارير ومع هذه اللجنة ومع تمديد اللجنة، كيف تفسر أن الحكومة تركز على يعني أن التقرير أو أن هذه اللجنة أخذت صلاحيات أكثر من صلاحياتها في سياق تصريحات كثيرة سواء للحكومة أو كذلك للتحالف؟ حقيقة أن القرار السابق الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المنصرم كان يقول أن على هذه اللجنة أن تقوم بأعمال الفحص لحالة حقوق الإنسان في اليمن. تقول الحكومة أن الفريق تجاوز صلاحياته من عمليات الفحص إلى عمليات التحقيق، وهو ما لم يرد ذكره في القرار السابق. المآخذ الأخرى التي أخذت أيضا على التقرير أن التقرير يقول أن الحكومة لم ترد إلا متأخرا على الملاحظات والأسئلة التي وضعتها، في حين أن الحكومة تقول أنها قامت بالرد. أيضا الحكومة تقول أنه كان يجب أن يعرض التقرير النهائي عليها قبل عرضه على مجلس حقوق الإنسان، وهذا ما لم يتم. مآخذ كثيرة أخذتها الحكومة في عدم تعاون الفريق. هل هي منطقية معها؟ نحن كما قلت لك هذه المآخذ هي حكومية في الأساس في المجتمع المدني، نحن نتعامل مع آلية دولية يجب أن نحترمها. هل هذه المآخذ منطقية أستاذ هاني من وجهة نظرك؟ نوعا ما قد تكون منطقية في تجاوز الصلاحية الفريق. أيضا هناك مأخذ آخر أريد أن أضعه، وهو وضع قائمة بأسماء المنتهكين المحتملين لحقوق الإنسان في اليمن. أعتقد أن هذه كانت سابقة في قرارات في تقارير فرق الخبراء الموجودة في الأمم المتحدة. نحن نعرف كيف كان هناك كثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق متعددة في العالم، في التبت، في بورونداي، في أيضا في عفوا في كثير من المناطق، وكانت انتهاكات جسيمة جدا، ولكن لم يتم وضع قائمة بأسماء المنتهكين المحتملين. اعتبر هذا الشيء من قبل الحكومة ومن قبل التحالف أنه نوع من الابتزاز المرفوض، ولذلك تم الرفض الحكومي للتعامل مع هذه مع هذا الفريق. طيب برأيك أستاذ محمد الأحمدي، هل يعني تتفق مع نقاط الخلاف التي وضعتها الحكومة؟ هل تجاوز يعني كنقطة تحديد، هل تجاوز الفريق فريق الخبراء مهمته؟ كيف ترى مسألة إعداد هذه القائمة بالمنتهكين وأسمائهم؟ في الحقيقة أعتقد أن هذا الجدل كان يمكن أن يدور خلال نقاشات مع الفريق نفسه أو مع خلال يعني أو بالتواصل مع المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، باعتبار أنها أيضا تشرف على أداء هذا الفريق.
للاستفسار ما إذا كان من ضمن مهام الفريق أيضا إعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذين هم يمثلون قيادات في التسلسل الإداري لأطراف الصراع في اليمن، وما إذا كان أيضا قد تجاوز صلاحياته في مسألة من الفحص والتدقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى التحقيق المباشر. أعتقد أولا أنه من وجهة نظري لم يتجاوز صلاحياته، لأنه حتى مسألة التدقيق هي في الحقيقة أيضا يعني جزء من أدوات التحقيق. في نفس الوقت أيضا إعداد قوائم بأسماء المسؤولين أو القيادات في الهياكل العسكرية أو السياسية المنخرطة في الصراع هو أيضا جزء من التلويح بإمكانية المحاسبة من أجل وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب، والذي كان واضحا خلال السنوات الأخيرة من خلال كما أشرت قبل قليل الاستمرار في استهداف المدنيين وعزوف التحالف العربي عن أي إجراءات لمحاسبة المتورطين، أو على الأقل المتورطين أقصد في الانتهاكات والقصف الذي أودى بحياة مدنيين، أو اتخاذ إجراءات جبر الضرر بحق الضحايا الذين أعلن التحالف نفسه من قبل أن هناك ضحايا مدنيين في غارات سابقة. وبالتالي أعتقد أن جزء من مهام يعني أن الإشكالية هنا فقط هو وجوب إعادة النظر أولا في أداء الحكومة خصوصا في الملف الحقوقي وكيفية التواصل مع المنظمات الدولية وإجلاء الرؤية أو الصورة الواضحة عن الحالة الحقوقية في اليمن. في نفس الوقت أيضا هناك إشكالية حقيقية تتعلق بالسجل القاتم لحقوق الإنسان في السعودية والإمارات، وهذا ينعكس بدوره على يعني عدالة القضية اليمنية في مناهضة الانقلاب وعدوان الميليشيا الحوثية في اليمن. هذه الإشكالية يعني في الحقيقة موجودة، وهناك يعني رؤية سائدة لدى مجموعات حقوق الإنسان في العالم بأن السعودية والإمارات تحديدا يعني تقودان حرب أو تشنان حرب على اليمنيين وليس فقط على ميليشيا الحوثيين أو على الانقلاب. أيضا الإخفاق السياسي والحقوقي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وعدم عودة الحكومة الشرعية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة أعطى انطباعا للمجتمع الدولي ولمجموعات حقوق الإنسان بأنه ليس هناك جدية لدى التحالف في وضع حد لهذه الحرب ووضع حد لآثارها الكارثية سواء على الصعيد الحقوقي أو الإنساني. طيب، في مسألة تغييب الكثير من النقاط وما سقط فيه التقرير السابق لفريق الخبراء، أسألك أستاذ الأسود، يعني أليس أساسا ضعف أداء الحكومة، وليس فقط الحكومة، أتحدث الآن عن المجتمع الحقوقي اليمني، منظمات حقوق الإنسان اليمنية أو التي تهتم بالملف اليمني، فشلت في التواصل الجيد مع هذا الفريق و إعطائه المعلومات الكافية حول انتهاكات ميليشيات الحوثي، لأن الفريق يقول أننا وضعنا لكل من يريد المساعدة والمساهمة في هذا التقرير الفرصة، وكان هناك مجال للتواصل عبر حتى موقع الفريق هذا على الإنترنت. قدمت له الكثير من التقارير من قبل منظمات المجتمع المدني، ولكن ذلك لم ينعكس في التقرير. المشكلة لدى فريق الخبراء، ليس لدى المنظمات. المنظمات رفعت بالكثير وتواصلت. وما المشكلة لدى الفريق إذن؟ كثير من المنظمات، يعني أنت قلت قبل قليل أن الفريق لا غبار عليه في بداية الحلقة، لكن تقول الآن أن المشكلة في الفريق. المشكلة في الفريق هو الذي يسأل لماذا لم ينعكس التقارير هذه على هو يقول لم تصله التقرير. نحن ما زلنا نتحدث في التقرير يا سيدي العزيز، نقول ان التقرير لم يعكس هذه البلاغات والاحصائيات والاعمال الرصديه التي تقوم بها المنظمات في تقريره. اعتقد ان هذا يسال به الفريق. نحن عندما تحدثنا في ذلك كله اجاب السيد القندوبي انه استقبل العديد والعديد، وكان من الصعب أن يرد على كل تلك التقارير. أعتقد أن لديه مشكلة في السكرتارية، في أمانته العامة، ولكن هذه ليست مشكلة المنظمات الحقوقية. المنظمات الحقوقية تواصلت بالفعل وتمكنت من ذلك،
أريد أن أتطرق للمستقبل، دعنا نتحدث عن المستقبل، ماذا سيتم في سبتمبر القادم؟ سنعود إلى هذه النقطة أستاذ هاني، سنعود إلى هذه النقطة، لكن هي إشكالية لأنه الآن عندما نتحدث على أن الفريق ليس هناك إشكالية مع سيد الجندوبي أو بقية الأعضاء، لكن في المقابل هو يقول أنه استقبل جميع الملاحظات لكن لم يكن لديه الوقت للرد عليها. كيف يمكن إذن الخروج من هذه المشكلة ولكن وتحديد الانتهاكات التي حصلت بالفعل على الأرض؟ أعتقد أن من الصعب على فريق الخبراء أن يحدد الانتهاكات الموجودة على الأرض إلا بالاستعانة بمنظمة المجتمع المدني، واستقبل هذه الملاحظات، ولكن هناك ضعف في الآلية التي يقوم بها الفريق في تفنيد هذه الانتهاكات، ضعف في السكرتارية، في الأمانة العامة كما أشرت، يجب أن تقوم المفوضية بتحسين ذلك، يجب أن يوجد مكتب قطري للمفوضية. لأن هناك اتهامات للفريق بتسييس التقرير أستاذ هاني، هل تتفق مع هذه الاتهامات؟ هل تتفق مع اتهامات تسييس التقرير؟ أنا لا أتفق مع اتهامات تسييس التقرير، لا نستطيع أن نقول أن التقرير مسيس، ولكن نستطيع أن نقول أن التقرير قاصر جداً وفي أسباب معيبة. تسييس التقرير أنا حقوقي ولست سياسيا، وأعتقد أن الأمور يجب أن تتوجه للسياسيين في تسييس التقرير. نحن نعيب التقرير ولكن لا نتدخل في الفريق. نتحدث عن التقرير، التقرير على سبيل المثال حدد التباب أو التلال التي تقصف منها مدينة تعز، ولكنه لم يقوم بتحديد المسؤولية المباشرة. يعني أن تؤيد أن هناك شواهد على إغفال الكثير من النقاط التي تؤيد مسألة التسييس. نقطة أخرى أليس كذلك أستاذ هاني؟ أستاذ هاني في هذه النقطة أستاذ هاني أنت تؤكد وجود الكثير من الشواهد التي تشير إلى تسييس هذا التقرير. أنا لا أستطيع التسييس، أنت قد ترى ذلك تسييسا، ولكن أنا أعتبره قصورا. أنا أتساءل هنا، أنا أعتبر أن ذلك قصورا في التقرير، قد يكون مسيسا. أنا لابد أن نتفق أولا على شيء، مجلس حقوق الإنسان هو مجلس سياسي، من يتخذ فيه القرارات هي الحكومات، نحن مجرد منظمات مشاركة أو مجرد نقوم بأعمال على هامش انعقاد الدورات، ولكن من يشارك بالتصويت على القرارات ومن يتخذ القرارات هي الدول. أكيد أن الدول تتخذ القرارات ليس حبا في مصلحة حقوق الإنسان وإنما بناء على مصالحها. السياسة موجودة ولكن نحن يجب أن ندفع كمنظمات بعمليات حقوق الإنسان لتكون مسألة حقوقية بحتة، وهذا ما عجزنا فيه حتى الآن، ولكننا لا يجب أن تتم المحاولة والاستمرار فيها، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله أيضا. طيب دعني أنتقل إلى الأستاذ محمد الأحمدي في سياق نقطة، أن المجتمع الحقوقي كما يعني فهمنا من الأستاذ هاني وكما فهمنا أيضا من ردود الفعل أثناء فترة التقرير إلى حين انعقاد أعمال مجلس حقوق الإنسان، قدم الكثير من الملاحظات حول ما ورد في التقرير، لكن هذا ما يبدو أنه أثر على مسار الملف داخل مجلس حقوق الإنسان، باعتبار أن اللجنة في نهاية المطاف تم تمديد لها. كيف تفسر ذلك أستاذ محمد؟ يعني في الحقيقة أخي العزيز أتفق جزئيا مع ما طرحه ضيفك، بأنه مسألة التسييس والعنصر السياسي حاضر في الملفات الحقوقية بشكل عام وليس في الملف اليمني فقط أو الشأن اليمني. يعني نحن نعرف أن الأمم المتحدة مجلس الأمن أصدر قرارات بشأن القضية اليمنية، يدين الانقلاب ويطالب الميليشيا الحوثية بالانسحاب من المدن وبتسليم السلاح، لكن بالمقابل أيضا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المبعوثين بشكل عام كانوا إلى حد ما يعني يعملون بنوع من التدليل لميليشيا الحوثيين ويحاولون القفز على مضامين قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، ويذهبون باتجاه حلول جزئية لا تنهي المأساة اليمنية التي كانت أيضا سببا مباشرا في تردي حالة حقوق الإنسان بشكل عام. وبالتالي هناك حضور واضح للتسييس في الشأن الحقوقي في الملفات الحقوقية بشكل عام. طيب في سياق نقطة أن هذا المجلس أو هذا التقرير لقي الكثير من الانتقادات، لكن في نهاية المطاف يعني تم التمديد
عمل اللجنة، هل ترى تناقضا هنا؟ يعني في الحقيقة التمديد لعمل الفريق يعني كان يفترض أن يسبقه أيضا إعادة النظر في الأخطاء التي وردت، وهي أخطاء حقيقية وجوهرية في التقرير الصادر عن الفريق، وعلى الأقل يعني معرفة ما الأسباب التي أدت لظهوره بهذا الشكل المعيب، وهي في الحقيقة عيوب واضحة لأبسط محامي أو ناشط حقوقي يمكن إدراك هذه الملاحظات التي انطوى عليها التقرير. لكن إعادة التمديد للفريق للاستمرار في مهامه، أنا أرى أن جزء كبير من هذه الخطوة يعود إلى مسألة يعني اقتناع الرأي العام الدولي وحتى بعض الحكومات الأوروبية أو وصولها إلى قناعة بأن التحالف والحكومة الشرعية أخفقوا في الالتزام بمسألة إعادة الشرعية وإعادة سلطة القانون وفي المناطق المحررة، وعلى الأقل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه المناطق، بل استمرت الانتهاكات وعلى نطاق واسع، واستمرت عمليات استهداف المدنيين، وفشل التحالف أيضا في محاسبة أي من المسؤولين عن الغارات التي أودت بحياة مدنيين واعترف بوقوفه وراء تلك الغارات. أيضا على صعيد الانتهاكات في المناطق المحررة، كان هناك تقارير متوالية عن وجود شبكات سجون سرية يمارس فيها التعذيب وحتى الاعتداء الجنسي، وهذه في الحقيقة فضائح وانتهاكات مروعة. أعتقد أن حكومات الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تستوعب هذه الأمور بشكل واضح، وبالتالي توصلت إلى قناعة بضرورة التمديد لعمل الفريق الأممي يعني الاستمرار في عمله في التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. طيب بالعودة إليك أستاذ هاني الأسودي، الآن تم تمديد مهمة الفريق، وهناك ما يشبه الانقسام في المجلس الذي لم يكن موجودا العام الماضي، برأيك إلى أي مدى سيؤثر هذا في مسألة حقوق الإنسان في اليمن وعمل فريق الخبراء وحتى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن؟ في هناك نقطتين، النقطة الأولى انقسام المجلس حقيقة 26 دولة من أصل 47 لم تصوت لصالح القرار، صوتت فقط 21. بداية مسألة أولى أستاذ، مسألة الامتناع هل تراها أنها بمعنى أنهم أقرب إلى الضد أم أنهم أقرب إلى نعم؟ عدم التصويت هي الأقرب إلى لا وليست إلى نعم، لأن من يريد أن يقول نعم سيقولها صراحة، ولكن من يقول أن يريد لا قد يمتنع وقد يقول لا صراحة. هذا أمر محسوم، ف 26 دولة لم تصوت لصالح القرار هي شيء سيء جدا في حق هذا القرار. الشيء الآخر، التصويت بنعم لم يكن كما قلت لك، المجلس هو مجلس سياسي بامتياز، أعتقد أن التصويت كان بنعم، لأن هو كان تصويت فقط كنوع من الابتزاز التي تمارسه كثير من الدول في حق دول التحالف. نحن كحقوقيين نرى أن وجود آلية دولية قد يكون جيدا، ولكن إذا لم تكون الآلية الدولية هذه فاعلة حقيقة، إذا لم تكون جادة في إنصاف الضحايا، فإن هذه مشكلة كبيرة. كنا نرى أن الاعتماد على الآلية الوطنية في المنطقة العربية قد تكون أفضل بكثير، خاصة مع التجارب السيئة الكثيرة للآليات الدولية المتواجدة في المنطقة، في سوريا، في ليبيا، في قضية لكن لماذا مجتمع حقوق الإنسان كان يركز على مسألة أن تكون آلية دولية؟ لماذا كان مجتمع حقوق الإنسان في العام يركز على أن تكون آلية دولية إذن؟ عفوا لم أسمع سؤالك. لماذا كان مجتمع حقوق الإنسان سواء العام الماضي أو في هذا العام يحاول التأكيد على أهمية وجود لجنة دولية للتحقيق برأيك؟ ذلك أعتقد أنه تمارسه كثير من الدول كعمل سياسي، لا شأن له بالعمل الحقوقي، لأن العمل الحقوقي يجب أن يكون حريص على إنصاف الضحايا بأي آلية كانت، سواء كانت آلية وطنية أو آلية دولية. أعتقد أن هناك وجود آلية وطنية في اليمن كانت هي الأنجع، كان يجب دعم والاستمرار في دعم الآلية لكن الوطنية. أنت تقول أنه يفترض أن لا تدعم من الحكومة أستاذ هاني، أليس كذلك؟ أنت تقول أنها يجب أن لا تدعم من الحكومة.
يجب أن تكون هناك دعم لها من المفوضية مباشر، يجب أن تتبنى المفوضية الآلية إذن هذه الوطنية لجنة دولية، ما الفرق؟ بدعمها. ولكن أن تقوم بمنافسة الآلية الوطنية بوجود آلية دولية، أعتقد أن ذلك قد يشكل إضعافا لإنصاف الضحايا، لأن هنا تكثر المزايدات السياسية، لأن في هذا المجال يكثر عمليات الضغوط والابتزاز من قبل دول أمام دول أخرى. أعتقد أن هذه الآلية نتمنى أن تكون ناجعة، ولكن واقع الحال لا يبشر بذلك. طيب برأيك أستاذ هاني في قادم الأيام، التقرير القادم هل ضعيفا بالتأكيد مع هذا الانقسام أستاذ هاني، هل سنشهد أن تتحول فريق الخبراء المعنيين البارزين سيتحول إلى لجنة دولية، أم أن الأمر سيبقى على ما هو عليه؟ أعتقد أن مجلس حقوق الإنسان والدول التي الأوروبية ساعية في هذا السبيل، ساعية إلى وجود لجنة تحقيق دولية. قد يكون الأمر بعد سنة، بعد سنتين، لست أدري متى بالضبط، ولكن أعتقد أن هناك سعي لوجود هذه الآلية الدولية. أعتقد أن وجود الآلية الدولية من قبل الدول المتواجدة حاليا في مجلس حقوق الإنسان والدول الأوروبية إنما يشكل كما سلفت عملية الابتزاز. أعتقد أنه لن يخدم العمل الحقوقي اليمني. لدينا آلية كانت وطنية ناجعة على مستوى المنطقة نوعا ما، وكان يجب تشجيعها والاستمرار في تشجيعها ودعمها للوصول إلى تقارير أفضل، وإذا وصول إلى رصد انتهاكات أشمل. أعتقد أن التقرير القادم للجنة الخبراء سيكون قاصرا أيضا عدم تعاون الحكومة اليمنية معه، عدم السماح. بكل تأكيد هناك الكثير من النقاط التي يمكن وضعها في هذا السياق. أشكرك على كل حال أستاذ هاني الأسودي، رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، كنت معنا من جنيف، وكذا الشكر موصول لأستاذ فهمي السقاف وكذا محمد الأحمد الكاتبان الصحفيان والناشطان الحقوقيان الذين كانوا معنا، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.